غير عسكريه. ولذلك الله يرحمه المشير طنطاوي لازم نديله حقه انه قال طب انا هجيب مستشفيات. مستشفى العالمي اللي على طريق مصر الاسماعيليه مكلفه 10 مليار من المعونه الامريكيه. نعم. البنى، الدكاتره اللي كانوا بيسافروا، الخبراء الامريكان، فدي المعونه. نعم. مستشفى اسوان العسكري من المعونه. نعم. رغم ان احنا ما عندناش قوات في اسوان، انما دي كانت للشعب. مستشفى الطور، احنا ما لناش قوات خالص في الطور. نعم. في جنوب سيناء، انما اتعملت للكلام ده. نعم. المعونه كل سنه بتتجدد. جاء الاخ اوباما في 3 سنين لما غضب على مصر وكان عايز الاخوان هم لا يتولوا الكلام اللي احنا عارفينه دوت. نعم. وقف المعونه. هل احنا متنا يا احمد؟ نعم. ما متناش. نعم. انت فاهم؟ المعونه كلها ما يعني، ولذلك كان ايام الاخوان يقول لك ايه، هم وقف المعونه نلغي كامب ديفيد. لا يا احمد، كامب ديفيد ده معاهده سياسيه عسكريه بين مصر واسرائيل. لازم تحترم. المعونه دي مور اند اباف، يعني زياده عن المعاهده. نعم. فبالتالي مش من حقنا نلغي المعاهده لو هم قطعوا المعونه. ده في ناس امبارح، معلش انا اسف هقول امبارح لقيت بعض الناس يقول لك ايه، ما خلاص ما تلغوا الاتفاقيه ويلا. ناس بتتكلم اكنه الحرب دي لعبه. لا 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 لا، لا. احنا عندنا الحمد لله رئيس عاقل وعارف امتى يتخذ القرار وامتى يتخذ الكلام ده. عظيم. الحاجه الثانيه، من حوالي شهرين كده الجماعة حبايبك اللي هم بره بيهاجموا، امريكا خصمت من المعونة 850 مليون دولار. 800 ولا 300؟ 350، اي رقم. خلاص. نعم. والدنيا هاجت. نعم. طب نشرح الموضوع ده جه ازاي. نعم. الكونجرس الامريكي فيها احد اللجان هو الانسان. لو اي حد راح بكره على الباب وخبط، راح تشوف بعد كده انا رحت الكونجرس قد ايه كم مره، هنشوف الصور برضه. نعم. بيخبط على الباب، انا عايز لجنه حقوق الانسان. هيك اتفضل. نعم. عندك ايه مشكله؟ انا من نيكاراجوا، اي دوله. عندنا حقوق الانسان مضطهده، تك تك تك، ويقعد يتكلم وياخد ورقه وفي الاخر بيطلع قرار. وده اللي حصل. راحوا لها بقى قالوا ما فيش حريه وما فيش وما فيش. راحت الكونجرس، لا لا مش هنا، ليه دي هنجيلها بعدين. بعدين هنتكلم بعدين. نعم اتفضل. فالكونجرس قال ان احنا يعني بنرى خصم كذا. الورقه دي يا احمد بتروح الى وزاره الخارجية. خلاص. نعم. وزارة الخارجية بتاخد، بتحط الرأي بتاعها وتبعتها للبنتاجون وزارة الدفاع. نعم. لحد النهاردة بقالها 40 سنة، كل سنتين ثلاثة تحصل حاجة زي كده ولم يحدث. انا اتخصم من مصر مليم من المعونة. عارف ليه؟ البنتاجون يقولك اوعى، دي مصر هي ركيزة المنطقة. نعم. كلها. نعم. انت عارف لما جاء اوباما قالوا كده النهارده، مجلس الشيوخ اللي كانوا مع سياده الرئيس قالوا كده النهارده. ايوه انا لسه هقول لك، الناس ركيزه في الشرق الاوسط والعالم العربي هي اساس الاستقرار في الشرق الاوسط. نعم. واديك شفت النهارده قالوا ايه، مصر صح. اقوى دوله في المنطقه. هم صح طبعا. انت فاهم؟ بس هو ده صحيح. ما طبعا. طبعا. فبيجي البنتاجون يقول لك لا. نعم. على فكره ايام اوباما. نعم. كنا بعتنا 10 طيارات اباتشي تتصلح في امريكا. اللي هي بنسموها العمره الرئيسيه. نعم. جاء اوباما رفض انها تيجي. نعم. رفض. نعم. عارف مين رجعهم؟ البنتاجون. لان الدستور